لان زي ما قلت خلاص، يمكن انا اللي انا معلوماتي ان المدرب ادى يومين اجازه النهارده وبكره باين، وهيبدا يسجل الاستعداد باين يوم الاثنين، وخلاص قفلنا الصفحه. يعني احنا من اول ما اللعيبه ركبت الطياره النهارده الصبح الساعه 5 اتقفلت صفحه السوبر، وبدا التفكير دلوقتي في مباراه الترجي، وباذن الله تعالى ربنا يكرمنا. طبعا انت عارف حضرتك ان احنا هنلعب بيهايند كلوز دورز، يعني من غير جمهور، فدي برضو ما فيش شك دي حاجه كويسه. لكن في نفس الوقت فريق الترجي فريق كبير جدا وفريق بطولات، طبعا، وسواء بجمهور او من غير جمهور هو فريق يعني محترم، وان شاء الله باذن الله تعالى ربنا يكرمنا ولاعيبتنا يعني على قدر المسؤوليه، ونفسها طبعا ترجع بفوز الشوط الاولاني او بتعادل، لكن ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا ونقدر نوصل للفاينل، عشان ايه نقدر ربنا يكرمنا ونحقق حاجه طموحاتنا كلها وافراحنا كلها، ان احنا ان شاء الله باذن الله نتوج بال 11 بطوله افريقيه ان شاء الله طيب تشامبيونز ليج. مباراه العوده ان شاء الله، هل خطبتوا الداخليه رسميا عشان الساعه الكامله لاستاد القاهره ان شاء الله؟ معلوماتي انا حقيقه انا كنت مع البعثه بقالي اربع خمس ايام، بس معلوماتي ان خاطبنا الداخليه للساعه الكامله، والحقيقه لازم نشكر الامن ولازم نشكر الناس القائمين على يعني امن المباريات. الحقيقه الناس دايما بتقف جنبنا، وما فيش شك ان السلاح الاهلي يعني هو جمهوره، فلابد ان احنا طبعا يبقى جمهورنا موجود والساعه كامله والناس ما بتتاخرش. يعني الحقيقه وزير الداخليه سياده اللواء محمود توفيق توفيق، ما بيتاخرش خالص علينا، نعم، والحقيقه برضو الاجهزه سواء الامن الوطني سواء كلهم الحقيقه بيبقوا دايما يعني في ظهرنا، وان شاء الله باذن الله تعالى نعمل ماتش كويس وربنا يكرمنا باذن الله تعالى. ردكم ايه كاهل على الزمالك ربما يتجه لتقديم شكوى ضد الاهلي في القضاء الاداري واللجوء للقضاء الاداري؟ يا فندم اللي عايز يقدم شكوى يقدم شكوى، احنا بالنسبه لنا ما عندناش اي مشكله. هو بس انا عايز اقوله ان هم، انا سامع ان في حد عايز يقدم شكوى للاتحاد الدولي. الفيفا. اولا الاتحاد الدولي ما بينظرش الشكاوي بتاعت الحاجات الداخليه، ده حاجه ده يعني ده موضوع داخلي، يعني زي ما بيقول الاتحاد الدولي ما بيبصش على الحاجات دي، يعني ده شأن داخلي بيدار داخليا يعني. فاللي عايز يقدم شكوى يا باشا هيقدم شكوى، ما عندناش مشكله يعني. ما عندكوش مشكله في ده؟ لا اصل احنا ما بنعملش حاجه غلط. احنا بنتكلم على انا ما بتكلمش على حاجه فنيه او حاجه رياضيه او حاجه وتبقى. انا بتكلم على وضع لجنه احنا شايفين من وجهه نظرنا القانونيه انها لجنه غير قانونيه، لان اللجنه يا اما بتبقى منتخبه ودي لجنه مش منتخبه، او بتعين وبتبقى في هذه الحاله لابد من موافقه الجمعيه العموميه. وما حصلش جمعيه عموميه بعد تعيين هذه اللجنه. لو تفتكر اللي حصل اللجنه الشرعيه اللي كانت قبل كده اللي الحقيقه استقالت بعد ما حد تطاول عليها واستقالت، صارت ناس تستقيل يعني يعني منعا لل يعني لا اقرب جمعيه عموميه تقريبا في شهر 9. ما عنديش فكره والله. معلوماتي ان مهندس خالد بعد سامعني حضرتك بقول لم تعقد جمعيه عموميه بعد تعيين هذه اللجنه. دي المعلومات اللي عندنا، وبالتالي احنا شايفين انها لجنه غير شرعيه. طيب اذا القضاء الاداري حسم هذا الامر واللجنه واعاد الامر الى لجنه المستشار عادل الشرباجي، حضرتك احنا اي يعني احنا بنحترم القانون. نعم. وبنحترم اللوائح، وطالما في زي ما يقولوا لازم يبقى في يعني حجه احنا هندافع عن حقوقنا، هندافع عن لاعبتنا، هندافع عن حق النادي الاهلي الى اخر عمر زي ما بيقول. المهم يبقى في حجه، احنا بنتعامل بالحجه وليس بالكلام. انا عايز اعرف تقرير مراقب المباراه شاف الكلام ده، يعني برضو في حاجات كتيره قوي مثال احنا عندنا حجه ان احنا يعني ندافع عن لاعبتنا وندافع عن النادي الاهلي بيها. هل في اي اجراءات قيلت ضد الشناوي او علي معلول على المباراه امبارح؟ لا ما عنديش معلومه الحقيقه، ما اعرفش، ما اظنش ان يعني انا النهارده احنا لسه راجع، انا لسه واصل حضرتك. نعم. وكان معانا يمكن الناس كلها من اتحاد الكوره، ما حدش بلغنا اي حاجه بحاجه زي دي يعني. انا ما عنديش معلومه الحقيقه. لا ما فيش حاجه رسمي تقصد؟ لا انا ما فيش حاجه رسمي، انا بقول لحضرتك طاقم التحكيم والمراقبين والناس دي كانوا معانا على الطياره، ما حدش قال لنا حاجه، انا ما اعرفش. وكان الاستاذ جمال علام كان موجود، وكان الاستاذ ابو الوفا موجود، واللي هو مشهور، كل اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره كانوا موجودين، ما حدش بلغني حاجه.
هو ان